أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الجنود الكفار الموجودون في بعض بلاد الإسلام اليوم، هل إيش؟ هل الجنود الكفار الموجودون في بعض بلاد الإسلام اليوم هم من الكفار الذميين أم من الكفار الحربيين؟ على حسب اتفاقهم مع الدول، حسب اتفاق مع الدول. إذا كانوا جاءوا عن اتفاق مع الدولة ودخلوا البلاد عن اتفاق مع الدولة فلا يجوز الاعتداء عليهم، وأما إخراجهم وطردهم هذا ما هو من اختصاص الأفراد، هذا من اختصاص الحاكم. أنت ما عليك، هذا من اختصاص الحاكم، هو اللي يتتبعهم ويخرجهم من البلد. ما هو في المسألة فوضى، كل يدبر وكل يقتل وكل، ما يجوز هذا، هذا من اختصاص الحكام، هم اللي ينظرون في هذه الأوضاع. وهؤلاء الجنود الكفار الذين في مملكتهم هم من اختصاصهم هذا، أما أنت هذا ما هو من اختصاصك. نعم، أحسن الله إليك، انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.